وفي مبادرة استحسنتها قناة الجزائرية وان، زارت صبيحة اليوم جمعية دار الإحسان الناشطة في ولاية تلمسان مقر القناة بغية التعرف على كواليس التلفزيون، حيث كانت لهم عدة لقاءات مباشرة مع الصحفيين والتقنيين للتعرف أكثر عن طبيعة العمل في مهنة المتاعب. شباب الجمعية زاروا استوديو الأخبار كذلك، كما أتيحت الفرصة لأحد الأعضاء بتقديم النشرة وخوض غمار التجربة الإعلامية. نتابع هذه الأجواء. كيفا؟ أدامك تعال معي كان يضحك. بابا زمان جاش وفي هذه الكاميرا نقراو الاخبار. يا امي الغاليه في الدنيا عليك النادي بالرحمه وقلبي صافي والنيه، كنت زاهي بالنعمه دي مشاكل مولايا دي مشاكل مولايا، 9 شهور غبينا قبل ما اجي للدنيا وطول اللي سهرانه حتى يدي النوم عينيا. الجزائريه تنجح تنجح وتعيش.